السلام عليكم أصدقائي. أكو موضوع أحب أن أتحدث عنه، وهو موضوع العلاقة بين العقل والدين. هناك كثير من الأصدقاء أشاهد لهم منذ فترة طويلة كثير المواضيع التي يحاولون فيها إثبات بأنهم إما غير مقتنعين بالحجج الدينية على وجود إله ووجود دين ووجود قواعد دينية أساسية، ومن جهة أخرى هنالك من هو مقتنعون بأن الدين هو مسألة منطقية وعقلانية بالكامل. هذا الموضوع أنا أعتقد كلا الطرفين هم على خطأ، خطأ كبير جدا، لأنهما يفكران بطريقة مخطوئة منذ اللحظة الأولى. القضية الأساسية علينا أن نعرف ما هو الدين وما هو العقل، وما هو الربط بين الدين والعقل، بين ما هو غيبي وما هو واقعي. العقل هو قدرة، مسألة تتعلق بالإنسان كما بمقدرات الإنسان وبإمكاناته، لكن الدين يتحدث عن وجود قوة غيبية هي التي تشرع له كل قوانينه وكل معاملاته وكل كل ما يصدر عنه. بالتالي فالدين هو له علاقة بالحياة اليومية وإدارة مسألة المعاملات والعبادات الخاصة بكل إنسان. والشرعية التي يضفي الدين عليها نفسه بأنه يقول بأنه هو يتحدث بلسان المقدس ويطبق التوصيات المقدس كما هي. القضية أين الآن أصبحت؟ أصبح الآن لدينا أمران، أمر الأول هو الدين أو العقلية الدينية أو الروحية الدينية، والشيء الثاني هو العقلية أو العقل المنطقي الذي يتعلق بالإنسان. الدين يقول أنه قضية بالنسبة له لا تتعلق بالإنسان، تتعلق بكائنات غيبية، بشيء غيبي مقدس خارج عن إرادة الإنسان. العقل يقول أن المسألة تتعلق بإرادة الإنسان. هنالك التوفيق بين الطرفين هو الذي يجعل الكثيرون أو يجعل الكثيرين العفو يخلطون بين الأمرين. لماذا؟ لأن منذ فترة مبكرة عبر التاريخ، بعد ظهور الفلسفة اليونانية وظهرت الأديان التوحيدية، الأديان التوحيدية ماذا فعلت؟ استثمرت فكرة التوحيد، فكرة الفلسفة، الأفكار الأساسية العقلانية للفلسفة اليونانية، وكان هي معظم الناس الذين اشتغلوا على الفلسفة اليونانية هم من يعني بالمنطقة منطقتنا، يعني سوريا، الشام، العراق، فارس، مصر، هذه المنطقة، وأيضا اليونان وياهم، وتركيا، مناطق بتركيا. تركيا مو الأتراك الآن، تركيا هاي الأتراك ما صار لهم 500 سنة بتركيا، قبل كانوا كلهم يونان، على رومان، على شاميين، على سوريين. هذه المناطق كانت هي مناطق محتدمة بالدين، محتدمة بالصراعات الدينية وبالأفكار الدينية وبالتصورات الآلهة وما إلى ذلك. إجت الفلسفة اليونانية اللي لأول مرة تلمست وجود شيء اسمه عقل داخل الإنسان، تلمست وجود قوة خاصة لدى الإنسان يستطيع من خلالها امتحان قدراته، ويستطيع من خلالها اختبار قدراته على أن يفهم الأمور ويحللها ويستنتج ما هو صحيح ومما عما هو خطأ، أي أن يفرز بين الخطأ والصح. بالنتيجة اللي صار هنا صار نوع من التوفيق، أنه أنت أفلاطون قال هنالك مثال أعلى هو الذي من خلال مثال الخير، مثلا لكل شيء أكو شيء مطلق وأكو أشياء نسبية ثانوية. فكل مثلا إذا كان هنالك حصان، فهو الحصان أكو من أنواع مختلفة من الأحصنة، أكو صغير، أكو كبير، أكو أسود، أكو أبيض، أكو ملون، أكو تعبان، أكو سريع، وهكذا. لكن أكو هناك نموذج إيديال، هذا هو الأساسي. هنا ظهرت فكرة التوحيد بعد ما أنه انتشرت فكرة أنه الإسكندر المقدوني غزا العالم،
قبل أن يتوفى سنة 333 أعتقد قبل الميلاد. ذيك اللحظة كان عنده نية بأن يجعل الإنسان، يجعل البشرية تحت قيادته وتحت فكرة دولة واحدة ومعنى معاني إله واحد وقائد واحد، وانتهى الموضوع، والإنسان الناس جميعا هم تحت قيادة واحدة، لين اكتشفوا ذيك اللحظة أنه بالإمكان أن البشر هم كائنات تشترك في المصير أو في الجنس مشترك. اللي صار الأديان التوحيدية ظهرت بعد ذلك قبل الغنوصية، هنا بدأ يظهر الاختلاف والصراع بين نمطين من التفكير. النمط التفكير الديني الغيبي الذي يؤمن بما هو غيبي علوي ترانسندنس، هذا الغيبي، وكو نمط يفكر بأن هنالك إمكانية للتفكير بما هو واقعي أو عقلاني. هو الواقع يختلف عن العقلاني، هو لازم ينتبه. الواقع يعني بالعصر الحديث ظهر بشكل قوي، البقية كانت شذرات أو إرهاصات للموضوع. المهم اللي صار شنو؟ صار بعد ذلك محاولة للخلط بين الاثنين، لأن الفلسفة كانت قوية جدا وقدمت إنجازات ومنجزات هائلة وملموسة. اللي صار انه اللي ما قدموا انجازات ملموسه هم المتدينين والذي انصار الدين وانصار وجود انصار وجود قوى غيبيه. هذا اللي صار. عندما يجي شخص الان يتحدث، حتى اروح الى صلب الموضوع حتى ما ادخل بتفاصيل معقده، عندما يجي الان شخص او شاب في مقتبل العمر يقول انا عقلي ما يتقبل وجود اله اتقطعت به السبل حتى يثبت وجوده، وارسل 3 انبياء و3 رسل و3 رسالات، لكنه مع ذلك هاي الرسالات في كل مره تفشل ويرسلها دائما الى بقعه واحده، وهذه البقعه هي فقط منطقتنا وباستثناء مناطق العالم باكمله اللي من عندها استراليا وشرق اسيا وايضا امريكتين اللي كان ما مكتشفات لحد قبل نحو 550 سنه او حدود 1520 سنه. هذا يقول شيء مو معقول. وانا يقول مثلا انه عقلي ما يتقبل فكره انه اكو كلام يرسل من قبل اله عبر كتاب بمليء بعدد كبير من التناقضات والتعارضات والاراء المختلفه، وأيضا بقضايا الأخلاقية التي عليها خلافات كثيرة، بنوع من التفرقة والطبقية والعنصرية بين الرجل والمرأة، بين الرجال أنفسهم، بين يعني الأحرار والعبيد. أيضا هناك أنا مع عقلي ما يتقبل وجود فكرة بأنه أنا لازم أتحرك وأتصرف بحسب أوامر رجل الدين وحسب أوامر إلهية، وايضا عقلي ما يتقبل فكره انه الاعمار بيد الله مثلا، او فكره انه الله يعني راح يحاسبني على نظره صغيره لا امراه عبرت بالشارع وهكذا. اكو ناس لا، الاخرين يقول لك لا، انا بالنسبه لي يقول لك انا عقلي ما يتقبل، اللي عنده منهج ديني يقول لك انا عقلي ما يتقبل وجود، شوف عقلي، كلمه عقلي لازم تنتبهوا لها، يقول انا عقلي ما يتقبل فكرة وجود هذا كل هذه الاشياء بدون وجود مسبب. لا يمكن ان لكل شيء له خالق، يعني لا يمكن ان تجد هذا الشيء، ترى مثلا سيارة او ترى بيت، لا عقل لا يتقبل وجود هذا البيت بدون وجود صانع او وجود خالق. فبالتالي هذا الوجود باكمله هو وجود كامل ومكمل، ويجب ان نعتقد بوجود من هو خالق لهذه الأشياء. على كل حال الطرفين كل واحد منهم يتقبل هذه الفكرة، لكن الخطأ كما قلت من اللحظة الأولى أننا نفكر بطريقة لها علاقة بالعقل. المسألة لا ربط بينهما، لا يوجد أي ربط بينهما على الإطلاق. الكلام هذا قيل كثيرا، لكن الجديد اللي أريد أقوله أنه إحنا عندما نقول هنالك سبب لكل شيء، فنحن
أو نؤمن بالقدرات الغيبية. نحن بمعنى المعاني نحن متقبلون وجودنا ضمن قطيع، ضمن جماعة. فهدفنا الأول والأخير أن نكون متعاونين، ونحاول أن نثبت بأقصى قدر من طاقتنا أننا جزء فاعل وحيوي وقوي، ويعمل باتجاه لصالح المجموع. هذا الشيء الذي لا ندركه. لهذا السبب نستعمل كل ما هو ممكن أو كل ما هو متوفر لكي نبرر انتمائنا للقطيع أو للجماعة أو للكنيس، حسب كل منطقة وكل دين، حسب عبارة كل منطقة وكل دين. هذا الشيء هو الأساسي. أما عندما يجي شخص يستخدم فكرة العقل، فهو بمعنى المعاني هو يحاول يقول بأنه أنا هذا العقل اللي جاي أستخدمه هو شخصي، هذا أستخدم عقلي الخاص الفردي، فهذا العقل ما راح ينفع، راح يكون بالعكس جانب مضر جدا ولا يصب في صالح أي دين أو أي قطيع. لأن أنا عندي محاضرات إذا تشوفوها أقول بأن الدين هو القطيع نفسه. عندي محاضرة عن أنه المجتمع هو ظاهرة دينية، ممكن تشوفوها. وأيضا عندي محاضرة عن الحجاب وصمة عار الرجال، تطرقت بهذا الموضوع. وأيضا عندي كثير عن الإنسان هو الذي ما موت الله وموت الإنسان، تطرقت بهذه المواضيع كثيرة. اللي أقوله أنا إنه اللي صار هو هذا، إنه علينا أن لا نخلط بين الأمرين. المسألة ما لها علاقة بالعقل. أما من يستخدم العقل من الطرفين، من أنصار العقل أو من أنصار الدين، فهم بطريقة أو بأخرى يحاولون أن ينتموا، أن ينتصرون إلى قطيعيتهم، إلى رغبتهم بالانتماء إلى جماعة مختلفة عن الجماعة التي هم عليها حاليا أو هم فيها حاليا. بالنتيجة لا توجد نظرة دقيقة لما يجري. كل واحد منهم يحاول، الذي ينتصر للعقل هو يحاول أن يقول بأن هذا العقل هو القطيع المناسب، هو المكان المناسب الذي سيجمعنا جميعا. أما الذي ينتصر للدين فيستخدم العقل أيضا، لكن لكي يوفر أو يعني يبرر ما هو عليه. بالنهاية الكل يعيشون في حظيرة واحدة وفي ضمن زنزانة واحدة، وكلهم باقين داخل سجن العادة، وهي اللي تتحكم بهم وتتحكم بكل تصرفاتهم. أي أنهم لا يتحركون خطوة واحدة للأمام. كل طرف من هؤلاء لا يتحرك خطوة واحدة للأمام. كيف تتم الحركة؟ تتم الحركة عندما نفهم بأن المسألة ليست لا تتعلق بالعقل اللي هو أصلا، يعني هو العقل هو شنو؟ يعني الدماغ في حالة حركة أو في حالة in action، يعني في حالة نشاط أو فعل. وأيضا الدين لا هذا ولا هذا هم اللي يفيدونه. اللي يفيدنا فقط أننا نعرف بأن المنطقتين أو التصورين هما ينبعان أو يصدران عن حاجة لأن نكون ضمن قطيع وضمن جماعة وضمن تيار محدد، أو ضمن حالة تثبيت معينة هي اللي نستجيب إليها. من هنا يصدر الذي يركز نفسه أو يوظف نفسه أو يجند نفسه للدفاع عن الدين أي القطيع، هو شخص تخلى عن نفسه ويحاول أن يثبت جدارته في هذه المنطقة، أي أنه شخص بدون شخصية، ما يحتاج هذه الشخصية. بالعكس هو شخصيته تكتمل أو حضوره يكتمل عندما يكون جزء من القطيع، جزء متماثل وهدفه، ويستخدم كل طاقاته، عقله من أجلها، وقدراته العقلية وقدراته الجسدية من أجل أن يثبت بأنه جدير بالانتماء للقطيع. وهذا هو اللي الخطأ اللي يجمعنا جميعا. كل احنا نحاول أن ننتصر، علينا أن نفكر بطريقة بها كثير من حيادية، وأن نقول بأنه احنا نشجع، يعني هو الدين مثل الفريق،
أو المتصارعين مع الدين أو ضد الدين، أو الملحدين أو غير المؤمنين وغير المؤمنين. كلا الفريقين هما أشبه بأنصار لفريق كرة قدم مثلا. فهذا إنه هو يحب الفريق، يعني مسألة انفعالية عاطفية ما لها علاقة بالعقل على الإطلاق. العقل هو أيضا أداة من بقية الحالة حال أي أداة أخرى. فبالتالي لا نفكر نحن يعني بأننا أنصار لهذه الفكرة، لأنه العقل هو يؤكد لنا. لا، اللي يؤكد انتمائنا ورغبتنا بقضية معينة هو شعورنا بالعاطفة القوية إلى قضية معينة، نعتبرها هي القضية الأساسية وهي التي يجب أن تكون صحيحة. مو هي صحيحة فعلا، لا، هي يجب أن تكون صحيحة لأننا نرغب أن تكون صحيحة، ليس لأننا نرغب بذلك بأنفسنا، لا، لأننا نشأنا وتعلمنا ووجدنا أنفسنا داخل بيئة وثقافة وفضاء معين. هذا هو اللي يفرض علينا كل الأشياء، وبعد ذلك نظن بأنه هي قضية شخصية. هي بالحقيقة قضية لها علاقة بمصالح، لها علاقة بعلاقات، بأخوة، بأصدقاء، بصديقات، بأهل، بأقارب، بجماعة، بأمة، بشعب، بدين، مذهب معين، معتقد معين. هاي كلها تشغل بالنا. هي احنا نعيش ضمنها لكن ما ندرك ابعادها، لانه مثل واحد يتنفس. حتى ما اكو واحد من الناس يقول انا ينتبه لانه هو يتنفس، لا، ما ينتبه. احنا نتنفس، ما ممكن نتوقف عن التنفس، لكن ما تنتبه ان تتنفس، ما تنتبه لهذه القضيه. لماذا؟ لانها صارت جزء من تكوينك، يعني صارت هي جزء من نسقك الحياة اليومية، وهذا هو اللي يخليك تشعر بالوجود وتشعر بأهميتك. وأتمنى أن وصلت الفكرة بأنه أن نكف عن القول بأن فكرتي لها عقل ومنطق تستند إلى، أو أن ديني، أو سواء كنت مع الدين أو ضد الدين، أنه أنا على الحق والآخرون على باطل. لماذا؟ لأن أولا وثانيا وثالثا هاي الأدلة مالتي. هذا كلام سمج ولا قيمة له، وأتمنى أن نكف عن هذه المنابزات، وأن ندرك بأننا كائنات دينية دائما تعيش ضمن قطيع، أو يعني الدين معنى ربما العلماني هو أيضا ينتمي إلى دين معين، مو شرط. الدين ممكن أن يكون غيبي، وممكن أن يكون أرضي واقعي. الشيوعية أيضا نوع من أنواع الدين، مثلا النازية هي الأديان العلمانية. فهو الدين ممكن أي قناعة بقضية معينة، هي ممكن أن نعتبرها نوع من أنواع الدين والإيمان بقضية معينة. وهذه ما دام هو إيمان فهو ما له علاقة بالعقل. فنكف عن هذه المسألة. كل واحد لديه إيمان، لكن عليه أن يدرك بأن هذا الإيمان هو عاطفي، يعني لا يوجد عليه أي دليل مهما حاولنا ومهما بذلنا جهد بدون جدوى. مع السلامة، وشكرا جزيلا للإسلام، وأتمنى أسمع آراءكم بما قلته الآن. مع السلامة.